اوكي مرحبا شباب، لازم تكونوا عم تسمعوني ولازم يكون في ميوزيك بالباك جراوند. معلش حدا يعطيني خبر. اهلا وسهلا بالكل. على فكره خلينا نشوف شو الوضع. اوكي عم تسمعوني منيح شباب؟ بس حدا يعمل لي كونفيرم. مجد، هشام، طه، مرحبا. Reduce file size in Unreal. ممكن هلا نغطيها نحكي عنها شوي صغيرة. في كتير شغلات بنقدر نعملها نخفف حجم الملف، بس اليوم الموضوع مو عن تخفيف حجم الملف. رح أحاول ركز على شو قدامنا وفرجيكم process كيف نعمل environments بـ Unreal Engine. فخليني أحط هذا الشيء كمان على جنب. شكرا طه، احلى شباب. اوكي في شيء تاني لازم اعمله. رح نحكي شوي صغيره عن انريل هون. كنت لاحظت مود بورد المدينه رح نحاول نعمله. اوكي او بي اس، كنت عم دور على او بي اس كمان. خليني احط هذا الشيء على جنب. اوكي شباب مرحبا، اهلا وسهلا. رمضان كريم، بتمنى الكل صحته منيحة وبألف خير. اليوم رح نحكي عن environment design بأنريل انجن بشكل عام، كيف ممكن نعمل environments اذا كان فيلم قصير او لعبة او لشي، بس شي من بعيد بشكل عام. we're just trying to مثل الريندر. نتخيل عنا environment رح نحاول ناخد screen shots لها من كذا زاوية و eventually نعمل cinematics كمان، حركة الكاميرات أو شيء. فهاي الانفيرمنت اللي عم نشوفها، خليني فرجيكم الشوتس اخترتهم لهي الانفيرمنت. خليني فرجيكم المشروع أول شيء على اير ستيشن. في شوية صور شقف كاميرات اير ستيشن. المشروع اللي رح نحكي عنه هو Definitely on another planet. Basically رح نحكي عن الشمس، عن غيم، عن الإضاءة. حاليا الإضاءة هون كلها ديناميك obviously لأنه مشهد كتير كبير. رح نحكي عن assets، هدول شغلات ممكن نلاقيها ممكن نجيبها. الباراجون assets هدول كل شي مجانا تقريبا except for landscape material اللي مستعملة من Brushify. فهذا المشروع مثل ما كنتم شايفينه هون، هاي شوية صور work in progress. Landscape بـ World Creator. Early screenshots وأنا كنت عم طبق الـ Composition. الـ Composition شغلة من أهم الشغلات اللي بنبلش فيها أي مشروع جديد، لأنه مشروع مثل هاد يعتبر مثلا كتير كبير. فوين شو بيهمنا من هذا المشروع؟ فلما بلش أي مشروع بحط كاميرات، بلش على أساس هدول الكاميرات. شكرا طه. فلأحكيكم عن البروسيس من اول تقريبا من وين بلشت. اول شيء بلشت منه هو الترين. فخلونا نجيب الترين، نعمل ايزوليت للترين ونشغل الادوية والمشاهد. الترين هي عبارة عن هايت ماب عملتها ببرنامج اسمه وورد كريتر. بعدين عملت export للترين من برنامج World Creator لأنريل انجن. هلا فرجيكم البروسيس. بيزيكلي بأنريل انجن فينا نعمل ونرسم landscapes على كيفنا. فهي landscape actor بأنريل انجن، لما نروح على sculpt مثلا فينا نعدل عليها مثل ما بدنا. فمثلا هي sculpt thrones بيعمل compiling shaders. اهلا بالشباب. في شيء غلط بالشات، ما عم تعمل ابديت. سلاح شو بصير بما يعمل كومبايلينج شيدر عشان نقدر نشوف اذا عندكم اي اسئله او اي شيء.
الفايلينج شيدرز الكل بيكرهها بس احنا لازم نستنى. Hopefully الكواليتي ما تكون عم تروح لما كنا بيعمل compiling shaders. احكولي شباب حدا عامل شي environments كبيرة من قبل بأندريل انجن أو ماكس أو أي شي؟ Did you approach شغلات مثل هيك من قبل؟ اوكي خلص الكومبايلينج شيدرز، هلا فينا نقرب شوي على اللاندسكيب. اذا كرسنا على السكولبت فينا نعمل سكولبت بيزيكلي نحدد الثرينز تبعت اللاندسكيب نقدر نرسمها نعملها بهي الطريقه. مثل ما انتم شايفين هون لما الماتيريال لحالها عم تعمل ابلاي، هي اوتو لاندسكيب ماتيريال، بتشوف الزاويه تبعت المش او إذا الزاوية مثلاً أو هاي اللانسكيب مطلع لفوق بيعمل أوتو سنو ماتيريال، وإذا صايرة مثل حافة بيعمل ماتيريال الديرت أو السويل أو الراك أو أي شيء. فينا نعمل سموث فلاتن هدول الشغلات كلياتها. حكبس كنترول زي رح أعمل أوكي خليني أفرجيكم البرنامج اللي عملت فيه هاي اللانسكيب، لأنه obviously بهدول التولز مستحيل أعمل هيك لانسكيب. برنامج اسمه وورد كريتر. البرنامج هذا بيساعد نعمل depth depth صور basically. هاي الماب الترين هي عبارة عن صورة من أبيض لأسود، مناطق السوداء صايرة تحت الشيء. كنترولز دايما بتخبط، والمناطق البيضاء بالصورة هن دايما بيجوا فوق الشيء. إذا فيني فرجينا نشوف مثال على السريع height map. فالhight map هي عبارة عن noise، تمام؟ مثل هاي noise، هاي مثلا شكلها volcano أو شيء. فهاي الhight map لما نعطيها apply على شيء let's say بحالتنا landscape بياخد النقط البيكسلز البيض بالصورة من أعلى شيء كل شيء بيناتهم لما للأسود. فهذا برنامج بيعمل هذا الشيء بس متخصص بالترينز، ففيه فلترز وشغلات وعملات بتساعدنا نعمل جبال بيزيكلي. ف اول ما افتحه هاي اليوزر انترفيس، ما رح نعمل توتوريال لانه على السريع، بس مثلا عندنا هاي اللاندسكيب هون. اذا رحنا على الفلترز اد فلتر نضيف مثلا ايروجن كبسه زر، صار عندنا قبه جبال بالجنب. هذا الحكي بنعمل له اكسبورت، نختار الصيغة اللي بدنا اياها. طبعا فينا نضل اكثر من هيك بكثير عم نعمل لاندسكيبس، بس بيزيكلي هذا هو الحكي كلياته. المجال كل يوم عم يصير اسهل كل يوم. ممكن اذا في شيء ريسنت بروجكت فوكس بعتذر إذا ما شفت رسائلك على طورني ديسكورد. عندي هو عبارة عن مصيبة، في عندي شي 500 سيفر 500 مليون رسالة. راسلني على الخاص إذا كان شي مهم برد عليك بأسرع وقت فيني شوف في رسالة. عم حاول طلطل كل شوي على طورني، بس الفترة الماضية كنت كتير كتير مشغول بشغل مع الأسف، دوبني عم لحق أي شي. حتى عم حاول سجل دروس مليار شغل، فبعتذر إذا ما قدرت ترد عليك على طورني. إذا عندك سؤال فينك تسألني هون، رح صير حاول أعمل لايف ستريمز أكثر بالعربي عشان أي أسئلة عندكم إياها بأندريل إنجن أحاول نغطيها. طه ياسين، البرنامج وورد كريتر من أحلى برامج اللي بنعمل فيها لاندسكيبس، كتير 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 بنعمل فيها لاندسكيبس، كتير 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 سهل كتير حلو. في من شي بلشت يمشي 3 سنين يمكن هاي من اول شغلات اللي عملتها فيه. بين وورد كريتر وكويكسل ميكسر فينك تجيب ماتيريالز من كويكسل، المهم فيهم ثلج و
15,000 اسيت صار عندهم اللايبرري، وبتعمل لاندسكيبز اللي بدك اياهم. فهي مثال، هذا مو مثال، هي مثال تاني. بحب التضاريس الشتويه كتير كتير. برنامج رائع جدا اذا حدا او بدكم تعملوا اوبن وورد جيم او لاندسكيب كتير كبيره. في وورد كرييتر وفي جايا، بس هذاك بصراحه ما استعملته ابدا، بس بسمع انه كمان كتير منيح. wordcreator.com شخطة بيناتهم وجايا كمان، بيستعملوهم بيزيكلي بالتريبل اي ستريوز تعمل لاندسكيب لعبة ريتر، يعني open world game بيزيكلي. these are the tools بيستعملوها بالستريوز او واحدة من بيناتهم. لنرجع لموضوعنا، في شي نشوفه هون غير اللاندسكيب حاليا؟ بتخيل فرح اعمل هون على السريع بلش تقريبا من الصفر، رح احاول اشرح هيك البيزكس قد ما فيني. فعملنا ماب جديده كومبليتلي فاضيه ما فيها شيء صفر. اول شغله لازم نعملها نروح على بلايس اكترز، سوري نروح على المودز بالتوب تول بار هون، بنبدل على لاندسكيب مود. اوتوماتيكلي فينا نعمل لاندسكيب بيزكلي مسطحه كامله ونعمل فيها شو ما بدنا، لانه كل شيء على فكره فرجيتكم اياه بهذاك البرنامج. فينا نعمل شغلات تشبه جوا انريل انجن بدون هدول، بس فينا نقدر مثلا الف نرسم بالفا ايمجز. على فكره هلا فينا نعمل هذا الشيء. رح اضيف شمس على المشهد تبعنا. راسي طه تسلم. ف رح نضيف دايركشنال لايت، رح نضيف سكاي لايت، ما فينا نضيف لنروح على Select Mode بالأول، فهي Skylight. رح نضيف كمان Sky Atmosphere. Sky Atmosphere بيعملنا Atmosphere basically بكبسة زر، بس نضيفه ونروح على Directional Light وننزل لتحت الشيء. إذا مستعملوا Unreal Engine 426 basically تحت ال Atmosphere and Cloud، إذا كبسنا بوم Physically Realistic Sky. إذا بدنا نغطي Lower Hemisphere تحت هون بدنا نضيف شيء اسمه Height Fog. فإذا دورنا على Fog Atmospheric Fog، سوري Exponential Height Fog. الاتموسفيريك فوج هو تكنولوجي قديمة، ففينا نقول عنه deprecated، يعني رح ينشال at some point. بقى Unreal 427 ولا Unreal Engine 5 هذا الشيء، على الأغلب Unreal Engine 5 هذا الشيء رح يختفي. حاولوا ما تستعملوا الاتموسفيريك فوج بمشاريعكم، وإذا حاولتوا تستعملوه بيعطيكم تحذير هون إنه هذا الشيء رح يلتغى. واحدة من الطرق اللي نقدر نعمل فيها لاندسكيبس هي أول طريقة فرجتكم إياها، لما نروح على Edit Modes نختار Landscape أو Shift 2. بعدين في عنا بالSculpt Mode فينا نرسم نعمل Sculpt Landscape تبعيتنا، تمام. كبسة زر نختار Strength 1 كتير زيادة مثل ما احنا شايفين هون، 0 كتير قليل. فحاول ترسم قيم نص نص ونعمل Ctrl Z radius تنصغر radius شوي بكبسة الماوس اليسار العادية بيرفع لفوق، وإذا كبسنا شيفت بينزل لتحت، تمام. وإذا نعمل smoothing بيناتهم نروح على smooth brush نرسم فوق شوي، فعم يحاول يعمل smooth لهذا السيرفيس. فينا نزيد كمان اوكي. فلاتن من اسمها ببين تعمل كل شيء مسطح على اساس البرش. فاذا من هاي النقطه بتاخذ هاي النقطه وكل شيء حوالين هاي النقطه محل ما انا حاطط الماوس بصير حواليها مسطح. فاذا نلغي كل هذا الحكي اللي عملناه على السريع، بنكبس فلاتن بمحل من مدى ايدنا وبس بنحرك الماوس فوق كل شيء عملناه. في هدول صروع، فاعتبروا هاي مثلا واحد يعمل سكالب بعدين يعمل فلاتن شوية هيك كبسات. ممكن تعمل هلة أو هلة
تلة أو شيء. ف that's one way to do it. طريقة تانية فينا نروح على شيء اسمه brush أو شيء شغلة نختار ليك بأي brush أو edit mode مختارينه, sculpt mode مختارينه, فينا بال strength جنبه في شيء اسمه circle. فهلأ حالياً shape تبع البراش هو عبارة عن دائرة obviously, وكبسنا عليها في ألفا اللي هو رح نختار هلأ في pattern component. فخلونا نروح على الألفا. الألفا نقدر نحط فيها صورة, وهي الصورة فيها الألفا channels تبعتها RGB أو channels تبعتها color channels. ناخد وحدة channel منها بهالحالة هي الصورة, عم ناخد texture channel red R وعم نرسم فيها هلأ, فعم يصير مثل stamp. إذا زدنا الترينز على واحد كبسنا كبسة زر الريد شانل من هذا التكستشر اللي هي هاي عم بنعمل لها ستامب على الترين تبعيتنا. How can this be useful? Well, ببرامج مثل وورد كريتر وأي برنامج تقريبا فينا نعمل ألفا إيمجز. فبروشي فاي باك الزلمه الله يكثر خير اوريدي عملنا تنتين الفا براشز فينا نستعمل. اذا فتحنا هاي البراش هاي الصوره بيزيكلي ملونه, خليني اللي الفا او شيء صايره هيك. فهي صايره ريد شانل فيها تكستشر تمام, والجرين شانل فيها تكستشر مختلف عن الريد تمام, والبلو كمان مختلف عن الجرين وعن الريد. فهون فينا نحفظ بيستعملوا هذا الشيء مشان كمان optimization, انه انت بدل ما يكون عندك اربع textures مختلفين عن بعض باربع صور مختلفين عن بعض فينا نحطهم بصورة واحدة high quality بتكون حتى بهي الحالة 8K والorigin تبع بيكون 8-bit PSD حتى او TIFF او Targa. فهي شغلات advanced على اساس. فمناخد هذا texture منعطيه assign سكولت, نختاره هم الكونتنت براوزر, نرجع على اللاندسكيب ونروح على البراش سيتنجز ونكبس يو سيلكتد اسيت فروم كونتنت براوزر. بياخذ وقته, الصوره هون تبدلت. خلينا نرجع نمسح كل شيء من هون شوي, والتكستشر هاد حطيناه ليك البراش سايز داون, كبرها شوي صغيرة ونخفف الترينز. إذا كبسنا كبسة ماوس ما بعرف إذا عم شوفوا بس دوبو مبين, فتا نزيد داون زيد الترينز شوي نكبس كذا كبسة فوق بعض شوي, عم يصير نوعا ما تلة طبيعية. يوميات سعيد, السلام عليكم, كيفك, رمضان كريم. فلما نكون مختارين هيك براش بهالحالة ريد شانل نقدر نرسم فوق شوي. إذا بتكون هيك مو خلط, ما في طريقة غلط على فكرة برسمة الرينز. ممكن نختار البلو شانل هلا نبدل شكل ونكبس الشيفت مشان نطرح من الترين تبعيتنا تمام. إذا نقصنا الكواليتي شوي الترينز شوي وزدنا اكشلي زيد الترينز نزيد الراديوس لشي مثل 20,000 ما رح يزيدو. يب اذا انتبهتوا معي هي فكره باك او شيء هلا شفتها اول مره. اذا حاولنا نحط رام كبير هون اكثر شيء عم ياخذوا 8K, بس بالبراش سايز هون فينا نروح للرام اللي بدنا اياه بهالحاله 20,000. اذا كبسنا هلا الترينز كمان فينا نعمل شيء سو فينا نعمل اوفر رايد بين الصفر والواحد او الصفر و 8000 لهدول الفاليوز من هون. The more you know. نرجع نعمل كل شيء فلاتر. كبسات ماوس عم يصير عنا ترين واو. ففينا نعمل هذا الشيء, ناخذ وقتنا نصمم المرحله كيفنا, بعدين نفتح الباث نتعمق بالترين شوي شوي على فكره. فينا كمان اذا ما بدنا نرسم الترين تبعتنا رسمنا لنا برنامج مثل وورد كريتر ونعمل لها امبورت هون. فخلينا نمسح هاي الترين نرجع على الماوس لاندسكيب سوري نرجع
مشان نعمل لاندسكيب جديدة. وهالمرة بدل ما نعطيك ريت نعطيه امبورتنت فايل، نحدد الفايل تبعنا وينه. بهالحالة يمكن عندي واحد هون. تمام، هذا الفايل هي عبارة عن صورة عملت لها اكسبورت من وورد كريتر. انريل انجن بيقرأها بهي الطريقة. هلا إذا كبسنا امبورت مع ال اتموسفير افكتس الموجودين اوريدي مثل هايت فوج وكذا لحاله، انريل انجن اشتغل شغله. عم نشوف مثلا هاي اللاندسكيب قدامنا، فنرجع على سيلكت مود. احيانا الهايت على الزي بدنا نقصه شوي، فبهالحاله 50 نصه مشان نكبس شوي هيك. نعمل ترينز شي ثيرد بيرسون كاركتر. يس، هون نيكست ستيب اوبفيسلي نعمل ماتيريالز للترين تبعنا. ما رح نعمل، في عندي ماتيريال جاهز من بروشيفاي، فيكم فيني هلا فرجيكم وين تجيبوا ماتيريال جاهزات. على فكره لازم يكون في مجاني على الماركت بليس. حمل توتوريال عامل بالمستقبل، ما عم صبحكم، بس الموضوع قاعد انه عامل ستريم، في شغلات بدي اتذكرها. Anyway, the reason the marketplace exists مشان نشتري منه شغلات. في باك اشتريته من سنة وشوي او شيء من بروشيفاي. بروشيفاي صاحبه هو واحد اسمه جو جارس، بيتخصص بانه يعمل ترينز. فاي حدا بده ترين صوت ضعيف، خليني بس وقف المايك لحركه. كيف هلا هيك صوت احسن؟ سايد فهون عمو بروشيفاي جو بوفر كتير وقت. في عنده كتير باكس، إن كان بالأركتيك مدن الفصول الأربعة. كتير موهوب، كتير خيال الإنسان. عنده كمان قناة رائعة على اليوتيوب يعمل فيها توتوريالز، رح أحط لكم لينك إذا أي حدا حابب يتعلم أكتر. هدول كلاتهم توتوريالز على اليوتيوب. فواحدة من هدول باكس شي اسمه Arctic Back. وبالWord Creation بأنريل إنجن حسب مشروع اللي عنا في Marketplace، فحسب مشروع اللي عندي بختار شيء المشارات البشترية أو المشارات المجانية ضيف على المشروع. لأنه إذا بدي أعمل كل شيء عملناه بهذاك التصميم، بدل ما يأخذ مني 3 ساعات رح يأخذ مني شيء شهرين. هذا الحكي كله على فكرة نسيت يمكن أذكر أهم شغلة بهذا المشروع، انه هذا المشروع كله اخذ 3 ساعات مو اكثر من 3 او 4 ساعات. هذا الباك ظريف كتير، استعرنا منه الجبال هدول واللاندسكيب ماتيريال. بس اللاندسكيب ماتيريال for some reason مختفية هون او كتير صغيرة صغيرة. interesting actually. لا وضع نظامي. فخلنا نفتح الماب اللي عملناها من شوي. لا مو هيك، هيك شكله راح كل شيء. طيب no problem. basically نفس اللاندسكيب هي هي نفسها. رحت على modes landscape imported الفايل وكل شيء. تاني شغلة عملتها باللاندسكيب ماتيريال ببساطة، بس عملت دوبليكيت من لاندسكيب ماتيريال تبعت بروشيفاي وعطيتها اساين هون. وبعد ما خلص كومبايل صار اوتو ماتيريال على اللاندسكيب عنا هون. و that's it basically. الاوتو ماتيريال في وحدة اعطيها تيست من قبل فينا نحكي عنها كمان شوي على السريع. Overgrown Ad Astra. hopefully ما يقطش الانجن.
سعيد صار لي شي 6 سنين عم بشتغل بأنريل انجن. من لما أنريل انجن حطوه مجانا UE4 for free يمكن الشهر الخامس ب 2015، من هداك اليوم بلشت استعمل انجن. هوفولي ما يكون في تقطيش بالستريم. فست سنين، خمس سنين. اوكي، هي اوتو ماتيريال انا عملتها، كنت عم تشوف دروس على يوتيوب عم حاول اتعلم شلون اعمل اوتو ماتيريالز. الفكرة الاساسية تبعت الاوتو ماتيريال في هون ماتيريال فانكشنز، بيزيكلي بدل ما يكون عندنا 500 نود جوا الانريل اديتور فينا نعمل ماتيريال فانكشن ويكون في الى اوتبوت جوا الماتيريال فانكشنز يكونوا التكستشرز تبعتنا. فمثلا هاي الماتيريال مكونه من كذا طبقه، بيعمل شيدرز مره ثانيه سوري، هاي الماتيريال مكونه من كذا طبقه، تنتين عشب وحجر، تمام؟ فهي ماتيريال العشب فيها كذا تكستشر، شوي اصغر شوي اكبر مشان اذا رحنا لمسافه بعيده ما يتكرروا كتير، ومع ذلك شايفين تكرار بالماتيريال، تمام؟ however لخفف من هذا التكرار، هذا مخفف شوي، بنعمل كذا لون كذا سايز من الماتيريال. رح اعمل درس مفصل عن هالشي هلا، hopefully quick walk through. في عنا عشب نوع تاني، فدمج نوعين عشب مع بعض بماتيريال فانكشن اللي هي هاي، تمام؟ الماتيريال فانكشن شغلته بدل ما يكون عنا بمشروعنا الماتيريال الأساسية بدل ما تكون فيه 500 نود تعتبر مثل حافظة صغيرة لهدول النودز، فهدول النودز كلياتهم موجودين ضمن هاي. نفس الشي راك، عندي ماتيريال فانكشن تانية فيها راك تكستشرز حجر، تمام؟ و مثل ما انا شايفين هون عم بيعمل بيناتهم بلند، الجراس هو A والراك هو B، والبلند على اساس شو شلون عم يدمجوا مع بعض. في ماتيريال فانكشن جاهزه من ايبيك من انريل انجن نفسهم، اذا بنكتب وورد الايند بلند، هاي الماتيريال فانكشن هن عاملينها لنا، فينا نستعملها فورا، ما في داعي نعمل ولا من هذا الشيء. وات ذا فك. ف نوصل بالالفا، وبالبلند شاربنس والبلند بايس بنحط هدول القيم مثلا. فاذا السلوب شاربنس والسلوب بايس، اذا حبينا نشوف الماتيريال انستنس، في شيء هون اسمه سلوب بايس ليكا والسلوب شاربنس، اذا بدلنا بهدول الارقام كان هو اوريدي ناقص 12، اذا عملنا مثلا 0 اختفى كل شيء، اذا عملنا ناقص 5 نوب، ناقص 10 ها، ناقص 12، ناقص 15، روح الانجل كلياتها. فلننتبه من هدول الارقام بصراحه، طلعوا معي بالتجربه دول مخبص. 30 عم يتحكم قديش في عنا التكستشر كيف عم يتكرر، فهي 25 نوب 30 35 اذا بنشوف هون وهكذا. احطفي هون، نرجع على الماب الأساسية تبعتنا. ممكن على فكرة إذا حدا بده أحسن توتوريال على اللانسكيبس ever ever حرفيا على يوتيوب هي هاي، خليني نطلع على السريع، بحط لكم لينك بالدس بالشات بالدسكريبشن تبع الفيديو حتى إذا حدا بده. أنريل سنساي هذا الزلمة، هاي من أحسن قنوات أنريل إنجن بشوفها على مستوى يوتيوب كلياته، فهاي لينك لأي حدا مهتم يتعلم أو يتفرج على شغلات جديدة. أوكي، نرجع على الماب الأساسية. شغل 30 دقيقة
اوكي بعد ما عملنا اللاندسكيب اعطيناها اوتو ماتيريال شوي صغيره لعبت باللايتنج. الاضاءه حاليا بالعالم عندي هون ماني كتير منظم المشروع, بس هي عباره عن دايركشنال لايت اللي هو ضوء الشمس تمام, واعطيها انتنسيتي 800 لوكس ومكبر السورس انجل. السورس انجل هو الماجيك كلياته, اذا كان واحد بيرجع حجمه صغير, واذا رجعناه 10 بتكبر 50 تكبر أكتر. فبيزيكلي هاي الشمس حسيت بالنسبة لمشروعي 10 منيح. التمبرتشر تركتها مثل ما هي, ويمكن هذا الشيء الوحيد اللي بدلته بالشمس. اكشلي لا, اذا نزلنا لتحت لانه عم استعمل دايناميك لايتنج للمشروع, ما في شيء بيك. الكاسكيد شادو مابس الديفولت فاليوز تبعيتها, هلا رح ارجع شوي مشان انتبهوا على الضوء هون كيف رح يكون بالترين تبعيتنا. القيمة الأساسية لما نحط الـ Directional Light تبعنا بيكون 20,000 للـ Dynamic Shadow Distance الـ Movable Shadows, والـ Cascade Dynamic Shadow Cascade بيكون على 3. الرقم هاد والرقم هاد كل ما زادوا كل ما كانت كواليتي أحسن, ما لازم نروح كتير نزول فيهم. فحالياً ممكن ما نشوف كتير إفكت, خلينا نشوف إذا فينا نروح على شيء من الشباب تبعتنا. أوكي كل ما افتح هاي سين جهاز بجن رح ننزل هذا الرقم كتير 50 اذا صار اي شيء. لازم نرفع شوي زاوية تبعية الضوء 25 إذا فيني طالع هلا بس مشان نشوف كيف الشادو عم يصير. بس trust me بالعادة هاد لازم يشتغل, no problem. نحاول نمدحه هاي, رح جيب actor إذا في عنا شي بوكس. نرفع زاوية الشمس شوي صغيرة أكتر عشان نقدر نشوف شو عم يصير. رح أحكي لكم شغلة عن الشادوز. إذا الشادو بمشروع كمان يطلع كتير صح, خصوصا إذا مشروع كتير كبير. الكاسكيد هدول السيتينجز الكاسكيد شادوز شادو مابس هن السبب. فعم قرب الضوء بس على البوكس حتى نقدر نتحكم بالتنسيتي. فالشادو هلا صار يبين شوي مانو كتير حلو, وإذا بعدنا شوي حاليا ما اختفى, بس إذا مقللين قيمة مصير يعمل لي مشاكل. أوكي هذا الضوء شكله ما بيعمل شيء على فكرة. Effects Word نكمل درس. Let's keep this step. بس في شيء عم يصير بالضوء هذا ما عم بفهم شو عم يصير, بس بالعادة لما منبدل cascade shadows لازم يصير شيء بالشادوز هون. ممكن يختفوا, ممكن يصير quality تبعيتهم أقل. فعنا ضوء واحد بالمشهد حتى. Anyway no problem. شوف الشمس شو بتعمل بالمشهد لما تبدل time of the day, فهذا مصمم يكون هيك. هلا اذا انتبهنا على ضوء الشمس لما عم بدل عم نرفع, كيف عم يتبدل السكاي لايت بالمشروع, كيف عم يصير اتمه, كيف شوي عم يعمل ابديت بانريل انجن 4.26 وفوق.
في السكاي لايت صار يعمل في شيء اسمه ريل تايم كابتشر. سكاي لايت تمام. الاوبشن هذا جديد اذا طفينا، وهلا جربنا نعمل روتيشن للسن تبعتنا ما رح يكون في شيء غلط. ها هلا شوي هاي الفرق بين بدون ريل تايم كابتشر. هلا اخذ السكاي لايت الجديد، بس اذا بدلنا الشمس هلا مره ثانيه طلت زرقاء. تمام، هذا الشيء كان كتير مزعج، فكان لازم كل ما نروح على البيلد وبيلد ريفلكشن وبيلد لايت وهالقصص كلياتها. فانريل انجن كل ما كل ما كل ما عم يصير احسن واحسن واحسن، فهذا الشيء غالب. كانت ويت فور انريل انجن 5. فهلا نروح على السكاي لايت. الاوبشن الوحيد اللي نفعله فيه هو بس ريل تايم كابتشر، مشان دائما يكون الترين تبعتي منظره كويس. في اي شيء ثاني بدل؟ لا. الجودة 360 غريب، لازم تكون فول اتش دي. يمكن الانترنت عندي مانو كتير كويس، ما بعرف الفترة الماضية كان عم يعذبني، بعتذر عن هالمشاكل. عندي مشكلة من اتقرب على مجسم، اضاءة تتغير تلقائي. طه ياسين، الاضاءة تتغير تلقائيا لما عم اقرب على مجسم بتاع سامل جي بي يو لايت ماست بانريل 24 والفيرتشوال تكستشرينج مفعله شيء. اذا مفعل الفيرتشوال تكستشرينج يمكن على الاغلب مشان هيك. رح احكي عن شغلتين كتير 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 خيالية كمان نزلوا بانريل 4 25 4 26، اللي هن الغيوم والمي. هدول شغلتين تقريبا بكبسة زر صاروا. رح اعمل انسيف لهذا الحكي كلياته عشان ما نخرب المشهد تبعنا. دونت سيف. بانريل انجن 4 26 اللي هي هاي النسخة، في شيء جديد اسمه واتر سيستم، انه المي هاي صير عنا بكبستين زر. لا حتى نفعلها لازم نروح على البلاجينز بالسيتنجز هون بالبيلد ان، ندور على واتر البلاجين هاد، نعطيه اكتيفيت، نعمل ريستارت للانجن ونرجع نفتح الانجن. فخليني اعمل هايد لهي المي. ما بده يعمل لها هايد. اوكي، بس عملنا اكتيفيت لهذاك البلاجين تبع الواتر. اذا رحنا على البلايس اكترز هون حاليا هون ما في شيء، بس اذا رحنا على السيرش كلاسز ودورنا كبسنا بس واتر كأننا كل هدول جداد. فاللي عم نستعمله حاليا ليعطينا هاي المحيط فينا نستعمله هو واتر بادي اوبشن اوشن اللي هي ليكا. تمام، فينا نستعمل كاستم واتر بادي اذا عندك مثلا بول صغيرة او شد بدي اعمل كومبايل شيدرز مرة تانية. سوري بويز، خلونا نستنى شوي الكمبايلينج. في 9 عم يتفرجوا، اهلا وسهلا بالكل، حدا يحكي شي. للي ما بيعرفوا او للجداد هون، عم بعمل بريك داون عن مشروع عملته من فترة، من كم يوم actually، كم ساعة على ارت ستيشن اللي هو هاد. فبس عم بحكي بشكل عام كيف عملنا هاد المشروع، شو هي الخطوات اللي اخدتها basically هيك easy peasy. فاذا حدا عنده اسئلة تفضلوا، we are at it. اوكي، لما عملنا activate البلاجين كبسنا واتر بالبليس اكترز، سحبنا الواتر اكتر، انتبهتوا على الكمبايلينج شيدرز، بياخد انريل انجن دقيقة دقيقتين بس بعدين بكبسة زر عندك محيط، عندك عنا واتر. نقدر نحط كمان ريفر بس ما يعمل كومبايل. فك
بطلت اعمل كومباين. بس بيزيكلي ريفر بيطلع الاوبجكت هاي مع سبلاين ثلاثه كنترول بوينتس فينا نحركهم مثل ما بدنا obviously. تمام. واذا كبسنا alt وكبسنا ونحن كابسين سحبنا الماوس نقدر نتحكم بالسبلاين هذا وبالتالي الريفر تبعنا. رح امسحه مشان كومبايلينج شيدرز ياخذ وقت اقل. هاي بالنسبه للواترز، اذا نتحكم بالماتيريال تبعت الواتر اذا بدنا اياها حمراء صفراء خضراء تكنيكلي ما في داعي نتحكم فيها اذا بدنا اياها تضل ريلستيك، لانه هلا مش كومبايلينج شيدرز بكرهه. اللون المي رح يتغير على حسب لون الشمس بشكل عام. كل شيء حاليا عم نشوفه فيزيكلي اكوريت. انا مخرب شوي بالسين الغيوم لا مثلا لانه كثير لعبت بالسيتنج تبعتهم، بس الاتموسفير الشمس المي فيزيكلي اكوريت. يعني it has never ما يعني كتير صار سهل واحد يعمل فوتو ريلستيك images صور العاب اي شيء جوا انريل انجن out of the box كم كبسة زر عدا الكمبايلينج شيدرز. by default نحكي هلا على الكلاودز. رح اعمل لك كنترول اكس حاليا صار المشروع كمان مختلف تماما على فكرة. على شوف الصورة نايس. ايش رأيكم مع غيوم ولا بدون غيوم؟ هاي الصورة هون مع غيوم، هاي بدون غيوم. مع غيوم يمكن، ما اكيد مع غيوم كتير اعطيهم depth. اوكي كيف نعمل غيوم؟ well اذا مستعمل Unreal Engine 4 25 26 وفوق، اذا رحنا على place actors ودورنا على clouds في شيء اسمه volumetric cloud كبسة زر clouds. السيستم اعمق من هيك بكتير، ومثل ما رح نفرجيكم كيف نتحكم بالواتر ماتيريال نقدر نتحكم كمان بالكلاود ماتيريال. فبالنسبة للكلاود للواتر ماتيريال خلص كومبايلينج شيدرز، واخيرا اذا كبسنا على المي بعدين هاي احيانا لازم نسحبها هون تحت الكومبوننتس. تمام. ندور على المش اللي عليها الماتيريال شكلها مو هاي curve water height map شكلي نسيت على فكرة عليك ما داخل هاي سوري. نكبس على water body ocean او اي water شي عم استعمله، بعدين في هون water material اذا كبسنا عليها by default بده ياخدنا على engine content يفتح لنا شي 3 مليون folder هون no problem. فينا نطفيهم ال view options basically هدول engine content. فهي الماتيريال اللي اخدنا عليها او هاي لان في تنتين materials اللي بدنا نعدلها ببساطة بنسحبها نروح لفوق أو شيء نروح نفتح فولدر جديد نسحب الماتيريال نعطيه make a copy، لأنه ما بتخيل فيكم تعدلوا على هاي لأنه هي من engine content ويفضل إنه ما نعدل على هاي شيء. تبعت engine ما ندارة خليها مثل ما هي نعمل منها copy ونعدل شو ما بدنا. فالcopy تبعتي already أعطيتها underscore معي يحيى حطيتها برا هون بالcontent ما نسائل عنها. كل شيء باللون الأصفر هو شغلات عدلت عليها شوي لحتى تجيب اللوك هاد اللي بدي إياه، وما بتخيل عملت تغييرات كتير ما بعرف إذا رح يصير شيء أصلاً هون. فتعالوا نطفي كل شيء رح يتغير شيء أو ال distance field no problem. خلينا نرجع هاد وبتقش ال shader compiling. إذا نزلنا لتحت الشيء الأهم أهم option بدنا إياه من global vector parameter values أعطيه شوي من absorption
هذا يمكن بيكون ازرق او شيء بالماتيريال الاساسيه. المهم هون اللون نختاره لازم يطلع الا اذا بده يخجلني. اوكي البحر الاحمر. فهيك ببدل الماتيريال تبعيت المي. عندنا كل هدول الاوبشنز تخبصوا فيهم مثل ما بدكم. صدق او لا رحت فيهم وحده وحده شوف شو بتعمل. كلاودز نفس الشيء بس يخلص شغلته انريل هون. اذا دورنا على الكلاودز ورحنا على الكلاود ماتيريال سيرش بياخدنا مره ثانيه على انجن كونتنت. كمان نفس الشيء مسكت هاي الكلاود حطيتها عملت منها كوبي تمام والسيتنجز تبعتها هدول عدلت فيهم قد ما فيه. فهي رح اخذ لنا سكرين شوت على السريع. هيك هي اجت ورح امسح هذا الكلاود ورح اجيب الكلاودز اللي قدام اللي حفظتهم هون كنترول سي كنترول في وهي الماتيريال تبعتي تمام. ف اوت اوف ذا بوكس الكلاودز ما بكون معدل فيهم شيء بكونوا بس هيك. انا بس خبصت بهدول values شوي مع الالوان تبعتهم تحت يعني الالوان الغيم طول عمرهم بكونوا ابيض مثلا no problem. عملتهم اصفر على احمر على شيء بالاخير اجاني هذا اللوك هذا الفيل تمام. فهي بس عبارة عن واحد يمسك هالسيرينجز وينزل واحد فيهم واحدة واحدة يخبص يلا اذا شو بتعمل اذا حطيتها خمسة صاروا فلافي اذا زدناها ستة ما صار شيء ثمانية اوكي ما صار شيء مثلا 200 شو بيصير او الشجات اختفوا ما عطوا step back a second. بصراحة انا هيك بشتغل خصوصا مع الشغلات الجديدة واحد بيتعلم من اخطاء. فهلا اوكي شكله اذا زدنا القيمة هاي كتير الرقم مثل 50 40 عم يتفتتوا عم يصيروا صغار واذا حطيناها قيمة صغيرة كتير عم يصيروا فلافي ليك ما احلاهم. معناته قديش كنا حاطين 12 11 نسيت 10 هلي هو. فصار في بيناتهم ديستنس. عم فكر بصراحة خليهم واحد لانه حلوين ما بعرف احترت. ايش رايكم؟ What do you guys think؟ ايفان شيرو مساء الخير شلونك؟ شيرو بتذكره نفسه على فكرة ولا شيرو جديد؟ ما بعرف شو عم يصير بكرت الشاشة هون بس شكله عم يجن المشروع. حاول ما نطلع هالبروجيكت عامله من الصفر؟ البروجيكت هاد كله مكاتب خارجية. لا ماني عامله من الصفر. الشيء الوحيد اللي عملته من الصفر بستعمل برنامج اسمه وورد كرييتر وكل شيء تاني موجود اما ضمن انريل انجن نفسه ان كان مثل الواتر سيستم الكلاود سيستم الشمس وهدول الشغلات. والجبال هدول حبيت اوفر حالي وقت والماتيريال تبعت الجبال وجيبهم جاهزات من بروجيفاي اللي هو هذا الباك يعتبر واحد من الباكس المفضلين عندي على فكره بروجيفاي اركتيك. تمام بروجيفاي في عنده كذا مونتاج بكذا شغله استعملتهم فورا كبليس هولدر حاليا لانه حابب الماتيريال تبعت اللاندسكيب كمل عليها اشتغل على حالي بس حاليا بليس هولدر. وثاني شغله بعد ما عملت اللاندسكيب كل شيء تاني حكينا عنه هم جوابز على سؤالك على فكره ايفان كنا جايينا هدول الاسيتس ما ليش نطفي المي. هدول الاسيتس منين جبتهم؟ اوكي اذا رحنا على ايبيك جيمز لانشر كنت عم دور على مباني او على شيء فبنزل باللرن تاب نزلت في شيء اسمه شوتر ديمو فينا نفتحها حتى فكره مشروع كتير ظريف يا شوتر جيم. نزلت هذا المشروع وسرقت هدول مثل ما هنن حطيتهم بمشروعي وزعتهم بس بطريقتي الخاصة. هلا نفتح المشروع فرجيكم شو عملت. من 2014 هذا المشروع كيف عملت لهم placement. بتتذكروا لما بأول مشروع انه بحط كاميرات مشان اقدر اشوف مشروعي منها فمثلا حطيت هاي الكاميرا بدون هاي الكاركتر بعدين جبت هذا المبنى حطيته هون تمام من بعيد اذا فينا من بعده.
بعدين جيت هيك اوكي منظره منيح هون لا حطه هون على اليمين شوي عمل روتيشن خيلي بس حسيتهم ناقصهم شيء. جبت كمان هاي من نفس الدمو هي بيزيكلي بس سيلندر عليها ماتيريال اميسيف ووزعتهم عندي فوق ال 400 مكتبة خارجية بالاندستري المكاتب الخارجية اجباري يعني ما فينك تعمل كل شيء من الصفر. إذا كنت عم قلنا للشباب من شوي إذا تعمل هاي الصورة كلها أو هذا المشروع كلها وتعمله بعدين سينماريك الغرض الأساسي إنه يكون فيديو وهيك شغلات بدل ما يأخذ مني 3 ساعات 4 ساعات بيأخذ مني 5 شهور. It's not realistic anymore إنه نعمل كل شيء لحالنا من الصفر وكذا. It's a nice practice إنه واحد يتعلم أو يعرف يعمل كل شيء بس حسب المشروع بالأخير. إذا أنت مشروعك حابب عليه تعمل كل شيء من الصفر ما تقدر تجيب شيء جاهز good for you. بالعكس براكتس حلوة بتصير CG generalist بصير عندك معرفة بكل شيء بس مو ضروري. الشيء الحلو بالإندستري واحد يعني يترك تركيز عن شغلات تكنيكال يعني الباكجراوند تبعتي كلها تكنيكال ويركز أكثر على أنه أحياناً يكون كرياتيف. ما بعرف ليش المية بتعمل هيك شكله فيه كرت الشاشة عندي على فكرة 1080 تي اي يعني ما كتير شديدة بس رح سكر هاي المشروع حالياً يا ريت بس خليني أعمل مشروع لألي بالأول. عندي مشروع جديد عم جهز أشتغل عليه اللي هو هاي المدينة تقريبا نفس الكونسبت بس هي اشتغلت فيها 3D اكتر وهي الكونسبت لواحد من الارتستس المفضلين عندي بصراحة المشروع الشغل اسمه ليون تاكر يمكن حتى صور بالمود بوك لسه فيني فرجيكم هذا المشروع كيف رح يطلع بالاخير على فكرة كمان بأنريل بأنريل انجين سيتي بريدج اللي هو هذا المبورد احفظت الصور ولا لسه بيزيكلي اللي عم نحاول نعمله بهذا المشروع كمان بأنريل انجن مدينة تشبه هاي فيوتشرستيك 70-80 سنة من هلأ بالمستقبل وهذا كل شيء بقدر احكي عنه حاليا لنعمل يعني في NDA ما فيني احكي اكتر من هيك بس فيني فرجيكم النتيجة او شيء شلون النتيجة النهائية رح تطلع النتيجة رح نحاول ها Unreal Engine نعمل كراش Thank you النتيجة الفاينل رح نحاول نوصلها بهذا المشروع الثاني رح أحاول أحكي عنه أكثر بالدروس الجايات هي هاي هاي الصورة معمولة Concept Art سينما 4D وشوية فوتوشوب بس بتجنن اللي عمله اسمه ليون تاكر واحد من الهيروز تبعتي بالConcept Art Industry شغله مخيف هذا الإنسان فيني فرجيكم السريع إيفان حاول ترفع المي شوي الصورة المشروع هاد لساته work in progress يعني هي فكرة مطور عليها شوي شوي بس thank you for the tip معك حق هون كذا لسه في كتير شغل بصراحة كتير كتير لهيك أحيانا بحب بس أعمل صور حلوة مثل هدول بعدين بس فورا نطلع المشروع التاني فعلى أغلب هيك أعمل على فكرة كمل هذا المشروع الجديد لأنه هذا المشروع من الأساس كان بس عم بتدرب كيف ممكن أعمل مي وغيوم هالأتموسفيريك إفكت إفكتس الأرتست رح نحاول نعمل شيء من شغله من نيدرلاندز هو عمو ليون تاكر شغله مخيف شباب رح حط لكم لينك إيفان رفيق شغال برامج أوتوكاد وماكس بيساوي أي مدينة بدك إياها بأي تصميم تبيله كفو عنده أير ستيشن إذا تبعت لي لينك فكرة المدينة اللي عم نعملها هي مو للعالم الحقيقي أو شيء هي تعتبر لفيلم قصير معمول بأنريل انجن عليه تيم ونحن مستلمين الانفايرمنت ديزاين بس كتير حاسس حالي محظوظ لأنه هذا الإنسان صار بتابع شيء 5-6 سنين تابع شغله ومعجب جدا بشغله وهلأ عم اشتغل على واحد المشاريع واو فحاليا وصلنا من هذا الشيء
حدا شيء تمام. وهوفلي هذا الشيء اللي عم نشوفه هون رح يصير مثل هذا الشيء at some point. Not you Siri, شو عم تعملي؟ كفو كفو إيفان. في عنا بهذا المشروع كذا شات بدنا نركز عليها هون. الشات الأساسية هي هاي تبعت المدينة سيتي سكايلاين. يمكن في كاميرا تانية منشوف فيها مش هاي هاي هدول الورك فلو تبع ليون مخيف. الشغل هذا معمول اولا كلاته بالفي ار رسمه بتيلت براش مثلا او اي واحد من هدول البرامج, بعدين من الفي ار على سينما 4 دي, بعدين من سينما 4 دي لفوتوشوب, من فوتوشوب لفاينل صورة. holy shit guys. وهي الجزء الثاني من المشروع اوديتوريوم. هون رح يكون في ايفنتس بالمستقبل. يعني شفتوا زمن كوفيد والكورونا العالم كلها طرحت اونلاين, فعم نعمل شيء مثل تيد او تيدكس انه يكون في هون سبيكر ولا جمهور والناس طيبه باورد وذ انريل انجن كلياتهم قاعدين هدول المقاعد. المشروع لساته باوله بس هي الفيجن تبعته. وهون عم يصير انتراكتيف فيزواليزيشنز عن اي شيء ممكن السبيكر عم يحكيه, باي تشارت هدول الشغلات. لما بنشوف هيك مشروع مثل هذيك الصورة مثل هاي مثلا ما نرتعب كتير لأنه معمولين من أشكال كتير بسيطة تمام. بالكونسبت ارت بلاد مشتغل هيك, يعني ما بناكل هم التوبولوجي أو جيومتري, لا فورا بس نجيب شغلات خبطهم في بعض وعمل لك شي ديزاين. لأنه بالكونسبت ارت أهم شغلة منه أنه واحد يعطي فكرة, مو فاينل برودكشن لسه, جنريتينج ايدياز. مود بورد تاني هدول مثلا تمام حسيناهم فيتشرستيك, فكمان ليكم بالديزاين. وهون لساته يعني هي لسه ما حرفيا ما بلشنا, جبت بس 3D models, شوية إضاءة, شوية اتموسفيريك افكتس. فان شاء الله باللايف ستريمز الجايات رح نغطي أكثر على environment design ولا بدكم نحكي أكثر على العمارة. هلا بعد شوي بدنا نسكر. I think it's time for me إنه حاج سوي ساعة بحكي. إذا عندكم أي أسئلة أو أي شيء بليز تفضلوا. بتمنى تكونوا بسطتوا اليوم إلا إذا نصير شيء. خليني أقرأ رسالة إيفان رفيقي, ما عنده معرض مشاريع مهندس معماري بس محتاج والله كفو. بس البورتفوليو مشاريع مهمة كتير. ها يعني افترض هيك أوكي أنا بدي حدا يساعدني بمدينة. إذا بيعرف يعمل مدينة مو غير مثل ما عمل مدينة أو عنده معرض أو شيء للبورتفوليو تبعيته كشخص مثلاً بيشتغل بالإندستري صح؟ البورتفوليو ليك يعني أنا البورتفوليو تبعيتي بحسس بعلي بصراحة يعني كتير هاملة, بس البورتفوليو تعتبر من أهم 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 الشغلات. فمستحيل أشتغل مع أي حدا ما يكون عنده بورتفوليو. كتير كتير نقطة مهمة. يعني واحدة من أكبر الأخطاء بشوفها بالإندستري الشباب اللي عم دوروا على شغل او كذا ما في بورتفوليو. ف اكيد اكيد ضيفني على فيسبوك يحيى جاسم. فيكم ضيفني على فيسبوك انستغرام ارت ستيشن وين ما بدك كلياتكم. اوكي رح ارجع على المشروع. سكرت المشروع لانه عملت كراش. اوكي بتخيل باعتبار ما حدا سأل اي شيء عن المشروع, بالستريمات الجاي رح نحكي هوفلي يكون خلصت شوي من هي الانفايرمنت, فرجيكم البروسيس تبعت الانفايرمنت هاي. رح خلي لايف ستريم اونلاين اذا اي حدا بده يجرى بعدين يتفرج او فور اني ريزن. ونشوفكم بالدروس الجاي شباب. وهلا على فكره الماستر كلاس تبعنا العربي عم جهز كتير دروس صاروا جاهزين رح نرفعهم خلال الاسبوع الجاي, ونفس الشيء الماستر كلاس الانجليزي بانريل انجن بمجال العماره. فداس دات بعتذر كتير كتير عن التأخير, بس الشغل اللي ضيقتنا يعني مستحيل. It is what it is. I'm not complaining. للكل شكرا كتير لكم. بتمنى تكونوا بسطتوا بالستريم تبع اليوم, وبشوفكم بالستريمات الجاي. كونوا بألف خير و
باي باي.